دون توقف تسير عجلة الإعمار في إقليم كردستان منذ أكثر من عقد ونصف. لم يكن هذا الحي معروفاً قبل سنوات قليلة مضت، لكنه اليوم يعد من أفخم الأحياء في المدينة. قد لا يكون اسم حاجي سلام غريباً في عموم كردستان، فإنما تذهب ستجد هذا الاسم معلقاً على جدران المجمعات. يكشف لنا محمد بعض الأوراق عن المواطنين الراغبين بشراء وحدة سكنية ولأي جهة ينتمون. أغلبهم تقدر تقول من جنوب ومن وسط ومن أربيل كمان، يعني أغلبهم مثلا اللي يدور على راحة في الحياة أو يدور على حياة الرفاهية هم اللي يجون يشترون بالمنطقة ده. يتجه العراقيون من مناطق وسط وجنوب العراق بشكل كبير لشراء وحدة سكنية في إقليم كردستان العراق. يشعر الكثير منهم بوجود مأمن لهم ولأموالهم في هذا المكان. الأمان اللي موجود، الخدمات اللي موجود في عموم أربيل وإقليم كردستان وأربيل بالأخص، الراحة اللي يلقونها، اللي ماكو أي مثلاً كعنصرية أو أي شيء، يعني ماكو تضايق لأن يعني أي عنصرية أو سياسية أو طائفية، ماكو يعني ما تحس إنه أنت أصلاً غريب في البلد ده. أي واحد مثلاً في العراق يجي هو بلدك، يعني هو أول تالي عراق وأربيل يعني من ضمن بلدك ومن ضمن العراق، بس ما يلقون تضايق من أي جهة من جهة، أي راحة نفسية. فأقدر أقول هذا اللي يخلون أغلب الناس يجي يسكن في أربيل. يسير العمل بوتيرة متسارعة هنا، عمل يسابق الزمن لإنشاء وحدات سكنية وفق معيار عالمي. هنا في مجمع رامي تاور، حيث من المفترض أن تعانق هذه البناية السماء خلال مدة وجيزة، التقينا بمهندس العمل المشرف على التأسيس. نحن نعمل في هذا المجمع وفق معيار عالمي من كل النواحي. تخضع كل مواد البناء للفحص وتستخدم مواد عالية الجودة ونوعية ممتازة، بالإضافة إلى وجود الكوادر المتخصصة في تنفيذ عمليات البناء. الكوادر التي تعمل هنا لديها خبرة واسعة في تنفيذ المخطط، بالإضافة لوجود كوادر محلية محترفة في العمل. هناك عمال ومهندسون من تركيا، ولكن الأغلبية هم من الكوادر المحلية. أنجز العمل مؤخرا في جزء من هذا المجمع، سمح لنا فقط بالدخول لتوثيق مراحل الإنجاز. ثمة عروض تقدمها الشركة تتيح أيضا لأصحاب الدخل المتوسط شراء وحدة سكنية بالتقسيط. وكشراء كمان موجود، مثلا تقدر تقول من 50,000 دولار تقدر تشتري بيت أو شقة في عموم أربيل، لحد ما يوصل يعني إلى مليون ومليونين دولار سعر الشقة أو سعر البيت اللي سكن به. فموجود يعني حسب المناطق يختلف. اتجهت حكومة إقليم كردستان مؤخرا لتذليل العقبات أمام المستثمرين في محاولة على ما يبدو أنها ناجحة بالنسبة لهم. آلية حكومة كردستان في تنشيط القطاع الاستثماري جيدة جدا، تقدم دعما مغريا لكل المشاريع الاستثمارية، كما تتيح لهم الوقت الكافي لتنفيذ المشاريع، خاصة وإنها تسهل عملهم في الدوائر الحكومية. كردستان آمنة ليست فقط بالنسبة للمستثمرين العراقيين فقط، بل حتى الأجانب. البيئة آمنة هنا وجيدة. أعفت حكومة كردستان المستثمرين من الضرائب لمدة 10 سنوات، كما وفرت لهم الطرق والكهرباء وصولا لمشاريعهم الاستثمارية، وألغت الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة لهم، كما أنها وفرت بيئة آمنة للمستثمرين دفعتهم لاستثمار أموالهم دون تردد وسط إقليم كردستان. يقول محافظ أربيل إن التوجه العام في إقليم كردستان يذهب نحو تذليل العقبات أمام المستثمرين، ويدعو في الوقت ذاته بقية المستثمرين لخوض التجربة داخل الإقليم أيضا. نحن ندعم كل خطوات الاستثمار والقطاع الخاص، ونحاول أن ندعمهم جهد الإمكان وفق سياق خطة تعتمدها حكومة السيد رئيس الحكومة مسعود بارزاني في محاولة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل كافية للعاطلين. تضاعف حجم الاستثمار بشكل كبير، لكنه بدأ يتراجع خلال الحرب مع داعش.
وحدوث الأزمات السياسية مع بغداد، لكنه عاد على ما يبدو بتعطش كبير إلى إقليم كردستان. وبحسب هيئة الاستثمار فإن حجم الاستثمار بلغ العام الماضي فقط 8 مليار دولار ونصف، حيث تم تفعيل أكثر من 133 مشروعا استثماريا. لزاغروس تي في، مصطفى سلمان، أربيل.